السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، حياكم الله، الله يعطيكم الصحة والعافية. حياكم الله حبيب، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير حبيب. السلام ورحمة الله، حياك الله، مساك الله بالنور شخبارك، شو والسرور. مسوي؟ طيب الحمد لله. الله يعطيك العافية إن شاء الله. احنا طبعا في انتظار عبد العزيز، راح ينضم لنا اليوم عبد العزيز مبارك. عبد العزيز مبارك كان من أبطال اللي هو الموسم الأول من مذاكرة وسوالف. طبعا اللي يتفرج على الموسم الأول راح يعرف عبد العزيز بشكل كبير، ولكن اللي ما طالع على ما راح يعرفه. الله يعطيك العافية عبد حبيب. الله، شفت الرابط اللي ارسلت لك؟ أرسلت لي رابطان على واتساب. في هنا، في الشات هنا. لا وين؟ لا، هنا في الشات، في هنا في الشات الشات. نفسها. أوكي تمام، طيب خلينا نشوف. هذه أحد الروابط أرسلها لنا حبيب. شنو هذا الرابط يا حبيب؟ مباراة انا حق الأرجنتين المذاكره، كنا، ولا كنا مباراة زين حق المذاكره، اللي يبي يذاكر زين. مباراة هولندا ضد الأرجنتين. طار هذا الحين بطولة العالم، كراسي سلة، كراسي متحركة في دبي. ما عاد من شاء الله. الصبح لين المغرب تقريبا مباريات. دي كأس العالم ولا ايش السالفة؟ كأس العالم البطولة الدولية، من جميع المنتخبات الجايدة موجودة فيه. إذا كنت تتفرج عليه شكلك اليوم. اذا كنت جاهز قدام الجهاز اشغلها اتابع. يلا شيء بحب حلو. الحين وقت المجموعات شوي، بعض المباريات بارده، فرق كبير حيل في النقر. هي شوفها قويه، الارجنتين وهولندا وضعهم جيد. فهمت. كيف شوف واحد عنده باتر في يده، الارجنتين يلعب بيد واحده، شوف يدف العربيه بيد واحده. ما شاء الله عليه. شوف الارجنتين واحد عنده باتر. ما اشوف تعادل انا. لحظة بتجي، احنا الصورة مركزة بتبين. ما شاء الله عليهم، تحدوا الإصابة ما شاء الله. استطاعوا شغل شغل. يا حبيبي دري ايش اسمه، هو اللي اشتغل كثير هولندا، اشتغل في على يعني رجال ونساء ماخذين الاولمبياد اثنين. هذا هو رقم 8 اللي عنده بتر في يده. بيد واحدة من اثنين هيدول. كثير عندنا شباب يلعبوا بيد واحدة، ما يقدر يرفع يده او عنده مشاكل في يده، فيلعب بيد واحدة. يعني يده في العربية باليدين بس التصويب بيد واحدة. تحصل الحين شباب كلهم مبسطين، لازم يتابعوا في هالبطولة. اجل عندنا شباب، تدري في شباب عندنا يتابعوا الـ NBA، السلة الأمريكية. NBA بس هذه حق شو اسمه؟ حق الأسوية. اي حق الأسوية. أنا أقول ما أدري تستفيد لو تابعت، على الأقل دي بستفيد وأنا بتعلم، بشوف طريقة اللعب، بشوف شلون. بس كرة السلة الأمريكية بستفيد لو تابعتها. بس خلاص حبوا السلة. في شيء حبوا، يعني احنا نتابع كرة غدا وهم حبوا السلة. سبحان الله. يلا كويس كويس جدا. أجل الشباب كانوا عازمين يروحوا دبي، يروحوا يتابعوها هناك. بعد ما بس صادهم معسكر المنتخب، ثلاثة راح على المنتخب، فخلاص ما روح، ما باقي ما مشارك المنتخب في هذه البطولة. لا طلع لو كانت المات آسيا أخذ لو إنه ماخذ السادس يروح في الأوروبية. أخذ السادس من اللي شارك آسيا، موجود العراق هنا، موجود اليابان، الصين، العراق، إيران. Shot is no good and the half of basketball. كيف انتهى الشوط؟ huge الوقت مستقبل. هذا الشوط الثاني اتوقع. Zantinga, he has got 13 points. باقي على الدي طويلة البريك بين الشوطين، بين أربع أشواط طويل شوي. Huge first half performance from Zantinga. بين الأول والثاني بسيط، ثالث ورابع بس بين
الثالث والرابع الثاني والثالث طويل. يا الله نبدأ بذلك يا حبيب. والله بدينا نتوقعنا على بعض. بس حبينا ان احنا نشارككم هذا خلال الخمس دقائق الاولى. طيب بسم الله. خلنا نبدأ. الله يوفق الجميع. ويمن عليهم ان شاء الله بالصحة والعافية. وايضا اللي هو من الجميل انك انت رغم الاعاقة تستمر في الرياضة وتستمر في حياتك الطبيعية. يعطيكم الصحة والعافية. خلونا نبدأ اللي هو المذاكرة الان. زين. طبعا احنا في انتظار عبد العزيز قال انه بيجي الان قريبا سيتقدم ثم بيجي. عندنا الان في اختبار القائد زين راح يكون عندنا اختبار إدارة المخاطر والاستجابة للحوادث. زين هني موجود الاختبار النهائي راح تلاقونه موجود في الموقع كما عهدته من قبل. يعني احنا دائما نحط الاختبارات تكون موجودة. زين فهني اللي هو راح نبدأ في الاختبار الأول. طبعا راح يكون الاسم عبد الله وعبد العزيز وحبيب. زين بحط هني رقم جوالي. طيب خلنا نشوف يا حبيبي الآن. طيب هي طبعا في بعض الأسئلة ما تم حلها. طبعا دخلتوا على الرابط راح تلاقونه ولكن في أسئلة ما تم حلها حبيبي حلها وأرسل لنا حلها والله يعطيك العافية يا حبيب. طيب الآن is the identification assessment and prioritization تقريبا of risks. زين هني ايش المقصد أصلا حبيب؟ هي التعرف والتقييم أو تقييم أو تحديد خطورة تحديد مدى يعني شغلة لتقييمه من ناحية شغلة معينة. البريزيشن اللي هي تقريبا الأولويات المخاطر. اها جميل. هني انا ربطت اللي هو اولويات المخاطر قلت انه هي ربما تكررت كثيرا. زين الاجابه هي اللي هو اتوقع الريسك مانجمنت. صح الريسك مانجمنت اللي هو اداره المخاطر. خلونا نربطها يا شباب مع هذه كنه نطقها يا حبيبي. شلون ننطق هذي؟ كبر prioritization. خليه يكبر افضل. صحيح Prioritization صح؟ Prioritization إذا كانت الآي اللي إذا تنطق تايب كونتايزيشن أو تيزيشن. تيزيشن شوفها سهلة. Prioritization طيب. طبعا شباب كما عهدتوا هني راح تكون له مذاكراتنا فممكن تشغلون مذاكرة وأيضا احنا نسوي هذا المذاكرة عشان المذاكرة في السيارة يا جماعة الخير أثناء التنقل. طيب هنا عندنا اللي هو العبارة الثانية Managing risk is one of the key resources of every بعدين عندنا مسافة of the organization. ما القصد هنا حبيب؟ إدارة المخاطر يا راهد. طيب ما أدري ترجمة شوف ما فهمت معناها. يقول لك تعد إدارة المخاطر أحد الموارد الرئيسية لكل من بعدين يقول لنا مسافة في المنظمة. زين هني أنا طبعا ربطت مانجينج. زين حبيب مانجينج ريسك بالمانجر. شايك الرب كويس؟ هي تقريبا كويس بحيث إن مانجينج ريسك بدأت بمانجينج يعني زيت مانجر فاهم شلون فربطناها بهالشكل. زين الآن اللي تحتها واللي تحتها اتوقع ان الربط يحتاج الى تعديل. risk identification assessment and بعد مسافة are formal processes at risk. زين
طبعا هني بالنسبة حق الترجمة يقول لك تحديد المخاطر وتقييمها، بعدين عندنا مسافة، هي عملية رسمية معرضة للخطر. رأيك؟ هني طبعا ما عرفت شلون اربطها تماما، ولكن ربما processes at risk يمكن ربط عدل ولا تحسن ما بكويس. الإجابة هني شنو حبيب؟ identification assessment و يعني هني واضح من الرابط ان هذه الإجابة الصحيحة، ولكن هي ما بالإجابة الصحيحة طبعا. لا هنا كنترول اتوقع صحيحة. كنترول هي الصحيحة. كنترول هو التحكم. يكون التحكم هو ربما identification assessment. هنا قاعد يعدد هو. يقول لك الريسك ايدنتيفيكيشن وال يعني التعرف والتقييم والتحكم وهم الفورمال بروسيس حق الريسك. اي فورمال بروسيس حق الريسك احسنت. قاعد يعدد ثلاث شغلات ذي. صحيح. فممكن انه رابط قد يكون، ولا نغير هذا الرابط احس قد يضيع الشباب. ما تقدر تحدد هنا. صعب. يعني كنترول ما تقدر. أنا هنا مثلا سألت تعداد. فتذكروا أنه تعداد يا شباب. Identification Assessment بعدين and Control. ما راح يكون Process ما راح يكون Model. واضح يا شباب. هني Identifying Examining أو Examining and Understanding the بعدين عندنا المسافة. Faking the organization's information assessment. Assist. زين. شو القصد هني حبيب؟ خلينا نشوف. يقول لك تحديد. البحث والفهم. أيوة. وهو. التي يعتبر شنو؟ أصول المعلومات المنظمة. والله ما أدري تهديد. شو رأيك أنت؟ أنا أتوقع تهديد. يعتبر. صح؟ أي تهديد. بس هنا يجب أن تفرق لأنه هو عادة. الأجواب تهديد في الخيارات تلاحظ تكون معاها ريسك وفلنربابلتي. فحاول عادة الريسك يكون فيها أسسمنت ريسك أسسمنت ريسك. هني ما في ريسك. في ريسك لا يجيبها الخيارات. آها آه فهمتك. عادة الثلاث يجوا مع بعض في خيارات. إيه راح تجينا في أحد الفقرات إنه موجود ريسك وثريت وفلنربابلتي. والإجابة مثلاً الرزق مو فقد يقع بس تفرق بين الاثنين. قد يقع كل ما تخلط بين الاثنين. زين هني أتوقع أن نحن راح نغير الكلمة المفتاحية راح تقول عن identifying وexamining and understanding. زين هذه ذيل الثلاثة ويا بعض يعتبرون تهديد. واضح يا شباب بهالشكل. إذا ذيل الثلاثة identifying examining and understanding هي اللي هو التهديد يا شباب. طيب حبيب لحظة أنا بوقف الفيديو. طيب راح نستأنف الآن. راح يكون عندنا التهديدات هذه. قلنا إن هني الكلمات المفتاحية راح نغيرها. راح تكون عن عبارة عن ال identifying وال examining وعندنا ال understanding. خلي بس أسجلها عندي بحيث إن إحنا ما ننساها. اللي هو السؤال الرابع. زين خلينا نكمل يا حبيب السؤال اللي بعده. اه جاء عبد العزيز ويانا. حيا الله من جه. نشوف عبد العزيز انضم. السلام عليكم عبد العزيز. عبد العزيز وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله يا غالي. شكرا لك الله يسلمك بخير. مساكم الله بالنور والصلاة. طيب ان شاء الله. البركة تخرج يا عبد العزيز. طبعا اليوم احتفل عبد العزيز. يا اخوي عبد الله. بس المستر الماضي ما رحت بعد. اي والله اليوم احتفل عبد العزيز فممكن تشوفون صورة احتفاله. حياكم الله عبد العزيز. الله يوفقكم. الله يحييك يا اخوي عبد الله. يحفظكم ان شاء الله. يلا بالتوفيق بالتوفيق يا عبد العزيز. الله يحفظك. اللهم امين. تقنية ولا مبنى ثاني؟ الاحتفال في مبنى اكسبو معرض اكسبو معرض الظهران. ايه
ممتاز والله، ممتاز جدا. ان شاء الله عقبالنا من السمستر الجاي. اللهم امين. انا بالنسبه لي ان شاء الله نفرح فيكم ان شاء الله. اللهم امين يا حبيبي والله، الله يعطيك الصحه والعافيه. الان احنا طبعا وصلنا الى السؤال الخامس يا عبد العزيز. طبعا السؤال الرابع عندنا على ملاحظه في الباب الاول حاليا احنا، واضح زين؟ اذا ودك تتابعي انا موجود، الاسئله موجود، تشوف الشاشه الان عبد العزيز صح؟ اي اشوف الشاشه. ممتاز جدا. طيب السؤال الرابع، طيب الان خلونا نستأنف. عندنا information security plays، زين اتوقع ان هي تلعب information security تلعب. بعدين rule دورا in addressing risk. ايش معنى addressing risk؟ هنشوف الان addressing risk. addressing فهم تحليل، هني مكتوب معالجة المخاطر. معنى انا اعرف address يعني عنوان، بس ما ادري addressing صارت معالجة. على اي حال فعندنا هني اللي هو الانفورميشن سيكيورتي اللي هو امن المعلومات تلعب دور ويش اللي هو في معالجة المعلومات. شنو هالدور؟ خلينا نشوف الان. عندنا الاجابة الاولى مهم هذه كورشل معناته مهم. وعندنا مانجينج اداري، وعندنا ليدرشيب اللي هو قيادي، زين. فهني الدور اتوقع مهم صح حبيب؟ لا ليدرشيب. رايك يا عبد العزيز؟ ليدرشيب ها قيادي. ايوه ليدرشيب. اذا يا شباب انفورميشن سيكيورتي بليز شنو ليدرشيب؟ ما راح نقول اللي هو مهم ولا راح نقول اداري، انما نقول انه هو قيادي. رول اند ادريسنج ريسك، واضح يا شباب؟ فاذا جت لكم بكره خلاص تعرفون ان الاجابه ليدرشيب. زين عندنا هنا كلاسيفيكيشن كاتيجوريز موست بي كومبريهنسيف اند اللي هو اكسكيوسيف. زين هني ايش القصد؟ خلينا نشوف. طيب هني انا اتذكر الاجابه، طبعا تتذكرها من الاختبار القادم الماضي. يجب ان تكون فئات التصنيف شامله، وبعدين عندنا حصريه. زين هذه الكلمه ذكر في احد البثوث تكلمنا عنها حبيب، تذكر؟ زين طبعا هذه متبادل معناتها mutually. زين فهذه هي الإجابة الصحيحة صح؟ هي الإجابة أربطها مع exclusive. ما في exclusive مش ولا exclusive إلا هي. يعني نغير ربطها إلى exclusive صح؟ إيه صراحة ما أنا ما فهمت أصلا معنى ذا كله. شو يقصد به الجملة كلها؟ شو يقصد بها ما أدري. بس غير ربطها ما مشكلة. السؤال السادس جيد. اوكي حبيبي عبد العزيز. ايوه معك اخوي. اي فاذا اذا اذا شفت هذا السؤال فممكن تربطه بين الاكسكلوزيف والموتلي. زين الموتلي هذا متبادل. زين رغم ان احنا ما فاهمين حيل معناته، بس ما يعني اهم شيء ان احنا نجاوب صح. هي عمليه حمايه موارد المنظمه والتحكم فيها. أنا حطيت كلمة الربط جدا كبيرة أنا، اللي هو safeguarding and controlling organization's resource. إيش رأيكم شنو الإجابة هذه؟ يمكن الجديدة safeguarding بس، ولا الباقي متكرر؟ controlling مرت علينا فوق. خلاص safeguarding هي الأدق صحيح؟ safeguarding. جميل جدا. زين الإجابة شنو يا شباب؟ اللي هي الريسك مانجمنت. الريسك مانجمنت ها يا سارة، اللي هو الريسك مانجمنت. عندنا هني ار بلاينج ا كيرشول اللي هو دورا مهما. ار اللي هو شيء مهم او دور مهم. زين تلعب دور مهم. رول زين ان ايرلي اتوقع دي مبتشر صح؟ detection and prepare
response to hertz. زين تلعب دورا مهما لتحديد المخاطر الواضح والاستجابة المناسبة للتهديدات. لكشف المخاطر. أيوة. يلعبون دورا حاسما في الكشف أي أحسن المبكر والاستجابة المناسبة للتهديدات. شنو هذه؟ اليوزر. اليوزر. سنتم. إذا اليوزرز هي هم اللي يلعبون دورا مبكرا الكشف عن التهديدات. واضح يا شباب؟ والاستجابة أيضا. عندنا هنا identification is one of the parts of the risk identification processes. زين هني شو القصد؟ خلنا نشوف القصد. يا طوال العمر والسلامة التحديد هو أحد أجزاء عمليات تحديد المخاطر. شو القصد هني؟ threat identification. شنو هذا؟ أي واحدة؟ حقة الثريت، حقة المخاطر. threats ها؟ اللي هو يحدد. أيوة يحدد ها. هل الكلمة المفتاحية هذه مناسبة أو غير مناسبة تشوفونها بحيث إن إحنا نتذكر بكرة في الاختبار؟ إذا فيها ترى شوف في سؤال ثاني مكتوب one of the parts هنا threats وفوق يكون الجواب غير ترى مدري تحت في الاختيار اللي في الجدول أذكر إن في كلمة كذا. مربوطة مدري صح وخطأ. بس إن الجواب يختلف. يعني نغير هذه الكلمة لا لا هي ممتازة هي ممتازة لما تنفهم. إيه the risk identification processes. أيوة. جميل جدا. عندنا هني اللي هو العاشرة is an instance potential assets attributes. خلينا نشوف اسمها هذه بالضبط. هي حالة خصائص الأصول المحتملة. زين أنا أشوف إنه هو بما أنه هي attributes. زين لهذا شنو الإجابة راح تكون؟ name. أنا قلت attributes ربما راح تكون كلمة مفتاحية بحكم انه هي سمة. زين اتريبيوت او صفات. زين اتريبيوت عموما سمة يعني. زين فبهذا النحو هنا عندنا is an example of procedures. ماذا ترون يا شباب؟ كويسة. هذا شنو الاجابة اول شيء؟ description اللي هو الوصف. ايوة description اللي هو الوصف. واضح يا شباب؟ هي واضحة هذه لان فيها example of procedures. procedure انه كان يقول لك هي مثال. مثال على اي مثلات بالضبط. مثال هنا عندنا categories information assets based on their صح sensitivity اللي هو security needs. sensitivity. زين هذه اللي هو خلينا نشوف معناته الكامل. يقول لك يصنف اصول المعلومات على اساس حساسيتها واحتياجاتها الامنيه. زين فهني حطينا الكاتيجوري انفورميشن. هل هذا سليم؟ مضبوط. كلاسيفيكيشن سكيم. ايوه كلاسيفيكيشن سكيم هو مخطط التصنيف. مخطط التصنيف صحيح. صحيح جدا تمام. فممتاز. عندنا هنا is an asset that can be exploited to breach security. هني breach security أتوقع لها معنى معين اللي هو خرق الأمن. اللي هو خرق الأمن اللي هو vulnerability اللي هي الواهنة والضعف والنقص. أيوة أنا لهذا اخترت breach اللي هو security إنه هو خرق للأمن. بالضبط. فهذه راح تكون هذا هي نفس المعنى تقريبا اللي هو الوهن. وسيسم شنو نطق هذه vulnerability. اوكي عزوز واضحه هذه ولا تحس فيها؟ اي واضحه واضحه هذه. جميل جدا. الان بالنسبه حق الاختيارات يا شباب عندنا اول واحده الميشور.
عكاسنا حبيب صح، حطينا ال question حطينا فوق، واللي هو ال answer حطيناه على جنب. لاحظ. اوكي شباب. انا قلت ابي فوق يكون الطويل، لا الشغلات الطويله تكون تحت، انا بعض الشغلات الطويله يصير ياخذ اكثر من صاب، يصير مو واضحه بالكتابه. ايه اثر هذا السبب اجل. طيب عندنا خلينا واضح جيد، انا شوف واضح، بس مشكلتنا احنا لو صار فوق بعد طويل يروح الاجابه تحتاج الى تحرك يمين يسار حق تضبط ال... اها خلينا احنا بنجب بنسالهم من كذي لكذي. اوكي عندنا الكنترول ميجرز او ميجرز كنترول ميجرز الكنترول ميجر اللي هي حقه الكوست بنفيت كوست بنفيت ها هذه ايوه هذه صح ايوه صح ايوه بالضبط اللي هو هني معناته عشان بس يوضح لكم اللي هو التدابير الرقابيه زين التدابير الرقابيه راح تكون متصله مع الكوست بنفيت اناليسز اللي هو تحليل التكاليف والفوائد واضح يا شباب طيب هني عندنا ريسك ايدنتيفيكيشن حبيب ايش رايك الريسك ايدنتيفيكيشن تعريف المخاطر هذه حق الميجر الميجر صحيح اللي هي المقاييس او شيء من قبيل المقاييس اوكي عندنا هني المشكله انه كررها مرتين صح لا لا في جواب ثاني أيه في جواب ثاني بعد نفس الشيء إيه هو الخوف انه هو بكره يسوي لان هذا العيد ان شاء الله لا عادي عادي بيكون واضح اذا جاب لك سنتين واحده للميجور وواحده للسبيسيفاي اها فهمتك فعندنا مره ثانيه اللي هو الريسك ايدنتيفيكيشن راح تكون مرتبطه بشنو الثاني حبيبي عبد العزيز سبيسيفاي سبيسيفاي ها اللي هي هذه ايوه زين سبيسيفاي خلينا نشوفها حدد الاصول المعرضه للخطر زين اللي هو سبيسيفاي فولنربل اسيتس فولنربل اسيتس زين هني عندنا الثالثه ايدنتيفاي انفورميشن اسيت تحديد اصول المعلومات ايدنتيفاي انفورميشن اسيتس هذا حق السوفت وير جميل عندنا الآن اللي هو الـ Information Technology تكنولوجيا المعلومات هذه كيف تعرف Identify Information Assist حقة السوفتوير والـ Building and Maintaining System إذا فيها System خلاص أنت تعرف أن Information Technology أن تكنولوجيا المعلومات Information Technology شلون؟ حقة الـ Building and Maintaining System البيلدينج اوكي هذه يعني طويله ايوه كذا تربطها لان فيها كلمه سيستم نظام اها والجواب مكتوب انفورميشن تكنولوجي يعني ايه فهمتك فربطها عبد العزيز بالسيستم وعندنا اللي هو الانفورميشن تكنولوجي واضح فمربوطه تقدرون تقولون اصلا من اساسها يعطيك العافيه عبد العزيز الان خلينا نشوف الخيار عندنا اسيت الاسيست حق الراوتر راوتر ايوه اذا الاسيت مربوطه بالراوتر يا شباب يعني الراوتر اللي هو الموجه تعرفونه من الاصول فممكن تربطونه بهالشكل عندنا الوهن اخر شيء اتوقع صح ولا في بعده حقه الويكنس ايوه vulnerability vulnerability زين هذا حق الويكنس ها ايوه ايوه الويكنس اللي هو نقاط الضعف واضح يا شباب ويكنس هي نقاط الضعف او ضعف زين weakness زين فمربوطتين ذي الكلمتين اصلا بعضهم البعض اللي هو weakness و vulnerability زين خلينا نشوف الان اللي هو السؤال اللي بعده يعطيك العافيه عبد العزيز عندنا الآن اللي هو المانجر identify the organization's information assets زين شو القصد هني ها
هنشوف القصد يا جماعة، وأيضا نشوف إذا الربط تمام ولا لا. يحدد المديرون أصل معلومات المنظمة. زين، هني أنا حطيت المانجر ايدنتيفاي تقريبا ما تكررت. هذا معناته شنو يا حبي عبد العزيز؟ ترو ولا فورس؟ ترو. أحسنت. زين، أيضا هني عندنا الشيء الثاني وهذا انتبهوا عليه جيدا. هذا اللي قلت لك عليه عبد الله. شوف هنا مكتوب one of the process of the risk identification. إيه identification. فهني غلط. أيوة صح. زين، اللي هي يقول لك document findings اللي هو إيش معنات ال هذه معنات نتائج الوثيقة. زين، اللي هو document findings is one of the processes then of risk identification. زين، هني الحبيب ممكن توضيح. تعتبر نتائج الوثيقة إحدى عمليات تحديد المخاطر. حبيب طلع حبيب، هذا يقول لك أن هل اللي هو نتائج الوثائق تعتبر من risk management risk identification ولا لا؟ أي هل هي وحدها؟ لأن وين كاتب إزوان؟ أي إزوان يعني واحدة منهم. هل هي واحدة منهم؟ واحدة من أها فهمتك. فهي مو بواحدة من اللي هو عمليات تحديد لا الخطة ما هي ما تعتبر أيوة. فبسبب هذا الشيء أنا طبعا حددت على اللي هي document findings. شو رأيكم يا عبد العزيز وحبيب؟ ايوه انا نفسك كذا حددت ان الدوكيومنت فايندينجز اللي هي فولس على طول. اول ما اقراها كذا احطها فولس. ايوه بالضبط، فهذا اللي قلته انا بهالشكل. فممكن نحن نفيد الشباب بهالشكل. عندنا ايضا اللي هو اوبريشن سيستم از سوفت وير ابلكيشن. هذه اتوقع انها سهله صح شباب، انها ترو. هذه اللي هو نظام التشغيل اللي يعتبر برنامج، يعني نظام التشغيل هو تطبيق برمجي اكيد، يعني ما يبقى لها صح. عموما انا حددت على الاوبريشن سيستم، هذا راح يساعدكم على ان هي ترو. واضح شباب؟ زين، هني لو نلاحظ انه موجود النوت. زين، فبحكم موجود النوت في هذا راح نقول له فولس. واضح، ولكن خلينا نشوف العباره. قد لا تتطلب بعض أصول أنواع الأصول مثل موظفين نظام تصنيف بديل. زين، لكن إذا عندكم توضيح شباب بحيث أن احنا بحيث أن احنا نفيد الجماعة الآخرين، شو رأيكم يا عبد العزيز وحبيب؟ some asset types such as personal may not require an alternative اللي هو classification scheme. شو رايكم يا جماعة؟ هذا حق تفهمه تحتاج ترجع إلى الشابتر نفسه وتقرأ المعلومات اللي حوله حق تفهم أها فهمتك، فيحتاج إلى رجوع. ها بس إذا جاته كذا وخلاص هو يعرفها may not require. لو قال له may require كذا بتكون صح، بس إذا قال له may not بتكون خطأ. جميل جدا، جميل. ايضا هذه ممكن تلصق بذهانكم اللي قال عبد العزيز ان ماي نوت اللي هو ريكواير. زين، راح تكون الفولس بشكل مباشر. هنا عندنا ايضا each third او three persons a unique challenge to information security. زين، نقول لك يمثل كل تهديد تحديا فريدا لأمن المعلومات. شو رأيك يا عبد العزيز؟ واضح، يعني من السؤال واضح ان الجواب ترو. يا سلام عليك. ايضا انا ربطت باليونيك شالنج. زين، راح تكون ترو. واضح. الان خلنا بس نعدي، نروح الان على الباب الثاني. السلايدات في اي باب؟ السلايدات سلايدات الرابع اللي قصدك اللي قد تجي أسئلة منها اللي أتكلم عنها. لا لا لا، الرابع ولا شلون؟ والله ما أدري صدق الرابع ولا الأول، نسيت أنا حقيقة.
الثاني اذا الرابع خلنا الاول خلنا نرجعها بعد اسئله مباشره على اساس يكون حول المعلومات نفس الموضوع اللي اعرفه الثاني ويا يا الاول الثاني وهذا اللي قال الاول او الثاني هذا اللي حليناه من شوي كان الاول الحين اللي بنحله هذا الثاني صحيح شابتر 2 صحيح بس سؤال حبيب ان عندنا في فقره ما موجوده في الاسئله ابو العزيز راح تكون يونا موجوده في الاختبار ما ادري ايش انك انت دريت بها او ما دريت اللي هي اللايف سايكل اوف ريسك مانجمنت صح اللايف سايكل هني موجوده في الصفحه رقم 14 اللي هو ليكتشر 2 زين هو مار مسمي ليكتشر 2 بينما اللي هو البقيه حاط تشابتر فالمار ليش مغير العناوين بس اتوقع المقزة زين المقزة واحد هذا انا قلت عبد الله ودي نخليه اذا خلصنا الاختبار حاليا نحاول نشوفه نطلع عليه انت قلت كذي ولا ايش رايك يا حبيب لو اخذناها نفس دعس يكون حول الموضوع حول الاسئله هذا هي ذي اذا هي شابتر 2 يكون بعدها او قبلها يكون حول الاسئله اللي بناخذها يعني وجهه نظر ما ادري زين هني عندنا هاو تو اللي هو سيلكت اللي هو ريسك مانجمنت موديل هذا هو 14 او 15 عبد الله 15 على 15 15 هذا هي 15 و16 و17 ثلاث صفحات واضح يا شباب بهالشكل هذا هم الثلاث صفحات اللي راح يكونون ايانا في الاختبار زين ممكن راح نعرج عليهم بشكل بسيط في نهاية هذا شو اسمه هذا اللقاء ايش رايكم اي افضل افضل خلينا نكمل الاسئله فهني عندنا الاسسمنت از ان امبورتنت تول ان بروسيس of identifying and determining اللي هو the threats and vulnerability زين خلنا نشوف اللي هو ترجمة مالتها دي يقول لك التقييم هو أداة مهمة في عملية تحديد وتحديد التهديدات ونقاط الضعف زين أنا هني قلت إن الإجابة ويش راح تكون يا شباب وشي كون ريسك والريسك زين اللي هو الخطر الخطر بس هني احس الكلمه المفتاحيه ربما تجيب لنا لابس ولا ايش رايك مش لا هو شوف هم في سؤالين الشابتر الاول كان فيه ثريتس نهايتها اس والريسك برضو نهايتها اس هناك اللي فيها اس تكون ثريتس واللي بدون اس في النهايه تكون ريسك اللي هو هذا السؤال اها لأن في سؤالين نفس الأجوبة إذا كانت هم يميزون بحرف الأس إذا كان في أس نهاية الكلمة تكون ثريتس إذا بدون أس تكون ريسك اللي هو هذا السؤال يعني أنا حفظت على أنها كذا عشان أسهل لي بتكون لحظة خلي بس أنا أفهم عشان نوضح حق الشباب بشكل كويس إذا كانت ثريتس بالأس يكون إجابة ريسك صح؟ لا هو في سؤال في التشابتر الاول ايه انت حليته نفس الخيارات بس نهايه كل جمله فيها اس ايه يعني ثريتس ريسكس كذا فهمت ايه الاجابات نفسها ايوه ايه هناك تعرف اذا كان في حرف الاس في النهايه يكون ثريتس الجواب اذا جاك هذا السؤال ما في حرف اس في النهايه يكون ريسك وضح يا شباب يقول لكم عبد العزيز ان اذا كانت الاجابات بالجمع threats و risks زين معناته الاجابه راح تكون ويش اذا في حاله الجمع راح تكون threats زين ولكن اذا كانت بالمفرد risk و threat زين راح تحط risk واضح يا شباب فهذه الكلمه المفتاحيه على حسب اللي هو عبد العزيز يعطيك العافيه عبد العزيز على هذه المداخله باذن الله تبارك وتعالى راح تعلق في اذهان الشباب زين وهذا شيء مفيد جدا زين بينما الكلمه المفتاحيه هني مره يمكن قد تجي بلاقطا ما اعرف زين بس من خلال الاجابات راح تعرفون ايضا مثل ما قال حبيب مثل ما قال عبد العزيز
هني عندنا basic strategies then to control risks then that arise from vulnerabilities then هذا ويش نقول لك الاستراتيجيات الأساسية للسيطرة على المخاطر التي تنشأ من نقاط الضعف. زين ايش رايك يا عبد العزيز؟ ايش رايك يا حبيب؟ هنا خمسة الجواب اللي هو 5. زين هني شلون انت عندي نقطة عبد الله هو في سؤال ثاني في التشابتر الثالث بيعدد الأرقام كذا هم كيف يميزون هنا 5 6 4 هناك موجود 7 وفي رقم مش موجود كذا يعرفون ان هناك الجواب 7 وهنا بيعرفون انه 5 اها لان واحد من الخيارات مش موجود هناك كذا بيميزون هم لا المشكله مو بهنا انت اختبرنا هو امس في الاخلاقيات صحيح حلو جدا بالكلمات كلها فوق 12 كلمة وعطونا الفراغات أيوة السؤال الأخير كان شوي ضيعنا ترى في الأخير الكلمات كلها 12 كلمة كلها مع بعض ورا تعريفات بعض وتحت فراغات لا هو حبيب يمكن يختلف من مادة إلى مادة يختلف يعني فهمت ما من مادة ولا مادة بس أقصد طريقته راح تكون تقريبا ما راح تفرق كثير لأنه ممكن يكون في تحرير أصلا الاختبار أنا اللي أتوقع تحريري يمكن نفس اللي قلت لك اللايف سايكل يمكن يجيبها هذا تكتبه اللي أعطانا السلايدات تكتب الخطوات إيوه وفيها من تيننج من شوي شفت أنا وكذا أتوقع يمكن تكتب هذه الكلمات له إذا طلبها منك جميل جميل إن شاء الله يا رب إنه يطلع كلامك صحيح عبد العزيز عشان إن إحنا ما نتوهق طيب فبهالشكل عندنا الآن هني العبارة هذه risk analysis then is a scenario based methodology that بعدين عندنا مسافة uses different threat vulnerability اللي هو scenarios هني أنا قلت شنو هني ما نطق لنا شيء كمي ما في number ولا في أي شيء then فأنا ربطت بالسيناريو بزيد اللي هو ميثودولوجي بعدين قلت اللي هو راح يكون نوعي زين اللي هي هذه صح النوعي لا دي الأول واحدة أول واحدة أحسن زين أول واحدة الفرق عبد الله بين الثنتين الأولى فيها أول لو تركز كيو يو اي ال ال كذا تعرف الجواب بينها وبين الثانية تقدر تفرق في الكلمة ترى شلون كيو يو كيو يو صح عدل اي ال ال الثانيه ما فيها اي ال ال فيها اي ان على طول كيو يو اي ان اها كذا بيكون هل اذا عرف الجواب اول ما يشوف دبل ال بعد الكيو يو بيعرف ان هذا الجواب الصحيح اها فهمتك هني ال اي يا عبد العزيز ال اي اوكي ال اي اللي هو نوعي معناته زين عندنا الكواليتي شلون ننطق هذا يا عبد حبيب qualitative بالضبط qualitative زين اللي هو نوعي اذا راح نربطها بهالشكل يا شباب وايضا اخذوا نصيحه اللي هو عبد العزيز انكم تركزون على ال i زين هني عندنا q u a l i زين يعني بحيث انهم اصلا كلمتين متقاربتين الى حد كبير جدا عبد العزيز صح هذا قصدك ايوه فعلا فالان عندنا اللي هو اللي بعده دلفي ما جه واجد فقلت انا بحط دلفي دلفي كان also be used to help reach expert اللي هو consensus then and develop بعدين عندنا مسافة good lines then هني طبعا هو قاعد يتكلم عن دلفي يقول يمكن أيضا استخدام دلفي للمساعدة في الوصول إلى إجماع الخبراء وتطوير بعدين عندنا مسافة القواعد الإرشادية
اللي هو هني شنو الإجابة يا عبد العزيز؟ بروفيشنال. بروفيشنال أيوة أحسن. اللي هو راح تكون اللي هو good lines then راح تكون عبارة عن نصائح إرشادية احترافية واضح بروفيشنال واضح يا شباب. فهني ربطنا الدلفي اللي هو بروفيشنال زين. الآن عندنا هذه اللي بعدها زين. هني أنا حطيت limited بما أن في limited راح نقول small صح. ايش رايكم؟ ايوه كذا افضل. ايوه راح تكون اللي هي هو تباين في النهج المصمم اللي هو اوكتيف زين اس. هو تباين في النهج المصمم خصيصا الوسائل المحدوده والقيود الفريده الموجوده عاده في المنظمه. از فريشن اوف ذا ابوريش زين. هذا هي عموما فاللي هو ربطنا هذه باسمه. طيب طيب هني عندنا الميثودولوجي enable executives then and cyber leaders to شنو هذه easily easily بعد عندنا مسافة make business dictation تقريبا صح decisions القرارات يعني القرارات الثانية easily يعني سهلة قرارات سهلة ايوه easily احسنت تمكن منهجية عندنا المسافة يعني يسأل عن المنهجية المديرين التنفيذيين والقادة السبرانيين من اتخاذ قرارات العمل بسهولة زين. عندنا اي واحدة ذي اللي هو الخيار الثاني ايوه الفير زين. الفير هذا اختصار تكلمنا معان احنا في الاجتماعات الماضية طبعا زين بشكل مطول اتذكر زين واختصار حق شيء يعني كبير بس نسيته انا حقيقه. يجي لك الخيار وصل شلون يجي في وصل الاختصار له يجي فصل جميل جدا زين. عندنا هني the risk management framework provides then a process that integrates then security privacy and cyber supply chain risk management activities into the system development. بعد عندنا مسافة circle هني اللي هو circle on rebuttable life. ايش رايكم؟ ايوه انا نفسك كذا رابطها عبدالله صحيح ها بهالشكل ممتاز جدا. عندنا يوفر اطار عملي ادارة المخاطر عملية تدمج انشطة ادارة مخاطر الامن والخصوصية وسلسلة التوريد السبراني في دورة تطوير النظام زين. فبهالشكل فاللايف مربوطة بالسيركل زين. هني عندنا التعريف زين. هني شنو التعريف اللي عندنا؟ هي تدابير الدفاعية التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات لحد من نقاط الضعف وإدارة المخاطر إلى مستوى مقبول زين. عندنا are the differences زين measures utilized by IT to limit vulnerabilities and manage risks to an acceptable اللي هو level. هني شنو الإجابة راح تكون؟ هي الريسك كنترول. الريسك كنترول استراتيجيز صح؟ ايوه ايوه الربط كويس يا عبد العزيز اللي هو مانج ريسك تو ان اكسبل ليفل. انا الحين اذا خلصنا السؤال التاسع عبد الله بيجي السؤال العاشر في نفس الجواب بعد ريسك شيء ثاني بعلمك كيف انا رابطها خلينا نشوفها زين. هنا يقول لك is removing or discounting اللي هو the information asset from the organization's operation اللي هو environment اللي هو البيئة أتوقع يسمونها تقوم بإزالة وإيقاف أصل المعلومات من بيئة تشغيل المنظمة. removing مربوطة مباشرة إيش رأيك اللي هو termination صح؟ ايوه حبيبة ما اسمعك تشارك هو وياكم وين زين. عندنا الفورماليتيشن
An IT security risk assessment methodology is a key part of building a robust information security. خلينا نشوف هني. يقول افتعد صياغة منهجية لتقييم مخاطر أمن مع تكنولوجيا المعلومات جزءا أساسيا من بناء أمن معلومات قوي. زين، فقلت أنا أمن المعلومات القوي هذا اللي هو robust information security هو مربوط بالإجابة. شنو الإجابة؟ اللي هي risk management program. أيوة program، هذه اللي تكلمت عنها عبد العزيز ان هي تشابه. ايوه هو ربطك حلو عبد الله. انت الاولى قلت ليفل، اللي فيها ليفل تكون حقت استراتيجيز. ايوه بالضبط، احسنت. واللي تكون فيها الروبت اللي هي ريسك مانجمنت بروجرام. ايوه، وتقدر تربط ترى من اول كلمه في السؤال عبد الله، وتعرف انت ايه هنا. لان هنا شوف فريوم صياغه يعني. اي ممكن، صحيح، ايضا صحيح. طيب هني عندنا فريوميليتنج اسمها فريوميليتنج. ايوه بالضبط فريوميليتنج. زين هني عندنا ممكن، صحيح، ممكن نغير الرابط بهذه يا شباب. ايضا هذه ما تكررت اتوقع، صحيح. نروح على سؤال ثمانية عبد الله عشان نوريهم الفرق. بس هذا هو السؤال، هو اول ما يشوف ارفا ديفينيشن. ايوه في البدايه، صح، ديفنسيف. ايوه ماجر على طول يعرف ريسك كنترول، احسنت. والثانيه بيشوف ان بدايتها بالاف بتكون حقه البروجرام، احسنت. فعلا ايضا هذه رابطه يا شباب، واضح. فممكن تربطون من البدايه، زين، ممكن تربطون من النهايه، زين. فممكن امكانيه الرابط من البدايه والنهايه. زين عندنا هني الاجابه الحادي او السؤال الحادي عشر. Assigning أو assigns numeric، ولاحظوا هنا في numeric، زين، value to different risk assessment components، زين. شو رأيك أبو العزيز؟ شو رأيك يا حبيب؟ numeric quantitative. أيوة quantitative. واني شغلة اللي فيها رقم كوانتيتيف اللي هو كمي. فلهذا انا كتبت اللي هو حطيت المفتاح نامبريك فاليو يا شباب، زين. فبيكون بهالشكل، زين. والاي تي اي هذا هي از نون از استيميت توك استيميت اور اي تي اي از ستراكتشرد communication technical هو or method. رأيكم يا شباب؟ عبد العزيز قطع ولا قطع صوتك؟ ما سمعك. لا موجود معك. اها جميل. رأيك هذا ETE؟ هذا حق دلفي method. ايوه دلفي، احسن، اللي هو ال ETE نربطها بالدلفي method، واضح. هنا عندنا is a self-directed approach meaning that people from an organization assume responsibility for settings or the organization's security strategy. طيب شو رأيكم يا شباب؟ طيب هني راح نربط هذه اللي هو the organization's security strategy، انا ربطت بهذه اوكتف. انا ربطت عبود اللي هي is a self directed، انا ربطتها is a self directed حقت الاوكتف كذا. ربطها بالبدايه، ها هذه. ايوه انا ربطت كذا. اها ممكن ايضا ربط عبد العزيز يا شباب. هذه is a self directed، زين، هذا اللي في البداية مربوطة بالأكتف، زين. هني واضحة تماما. طبعا هذه أنا قريت عنها إن هذه يقولون لك ISO IEC، زين، هو معيار لأمن المعلومات، وهو جزء من عائلة معايير
ازو زين كلهم مرتبطين مع بعض هذه ايزو زين. والذي تم نشر الاصدار الاخير منه في عام 2013 زين مع القليل من التحديثات البسيطه منذ ذلك الحين زين. سوى قليل من التحديثات حق هذا النظام. فذيل الايزو كلهم مرتبطين مع بعض فمباشره راح تشوفون الايزو راح تختارون الايزو. واضح؟ اوكي سهلة دي حبيبة عبد العزيز ولا تحس فيه صعوبة؟ اي انا رابطها نفسك الايزو على طول جوابها ايزو. ايوه بالضبط is the inter اللي هو international standard the اللي هو عموما بهالشكل بتربطونها. عندنا الان اللي هو بالنسبة حق وصل هني مقلوبة ولا عادلة يا حبيبي؟ من فوق ولا من تحت؟ لا تنه من تحت الحين صح؟ زين هني عندنا example of threats رايك؟ example of threats حقت السوشيال انجينيرينج ثنت سوشيال انجينيرينج اللي هو مثال على التهديدات راح يكون عندنا السوشيال انجينيرينج يا شباب زين. وعندنا اللي هو ديفنس الديفنس سهله موجوده ابلاينج سيف جارد ابلاينج سيف جارد اللي هو الدفاع عندنا تطبيق الضمانات زين applying safeguards زين. وعندنا اللي بعدها الـ operational feasibilities حقة الـ human factors operational feasibility feasibility الجدوى التشغيلية قلت شنو عبد العزيز حقة الـ human factors human factors أول واحدة ها زين. هني عندنا اللي هو عوامل البشرية human factor زين. حبيب اسمع صوتك عندنا اللي هو technical feasibility الجدوى الفنية technical feasibility طيب تفضل عبد العزيز حقة practical solution practical solution ايوه ايوه practical solution اللي هو الحلول بس شنو هذا الحلول خلينا نشوف اللي هو حل الحل العملي زين اللي هو الجدول الفنية. عندنا الاوكتف الاوكتفز زين الاوكتفز ايش رايك يا عبد العزيز ما ادري يمكن اطلع عبد العزيز حبيب زين تفضل اللي فيها تيم هي اللي فيها تيم ايوه هذه صح ايوه اللي هو فريق متعدد التخصصات interdisciplinary team زين فهذه الفريق المتعدد التخصصات وهذا اللي اتكلم عنها اللي هو حبيب الفير الفير شنو اللي لها روح يسار شوي عبد الله عشان اشوف يسار هي اتوقع وهي اخر واحدة ما اشوف انا حقيقة اللي فيها analysis of information risk ايوه بس ما بشايف انا هذا هي يمكن هذا أيوة هي أيوة هذا هي صحيح صحيح التحليل العاملي لمخاطر المعلومات fact factor analysis of information risk factor analysis of information risk واضح يا شباب اللي هو التحليل العامل لمخاطر المعلومات طبعا جات عليها سؤال ثاني اختيار هني اللي هو categorize هذه حقه الامباكت categorize شنو الامباكت ايوه الامباكت الامباكت analysis analysis impact analysis تحليل الاثر جميل عندنا هني يقول لك the number of او there are a number strategies زين that can be employed as one measures of defense strike ربط كويس ولا لا يا عبد العزيز انا هذه اعتبرها صح هناك عدد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها كأحد تدابير الدفاع
طيب انت تعتبر اعتبرت صح عبد العزيز، بس هل عندك كلمات غير هذه الكلمات اللي احنا ربطنا بها؟ والله ربطك ممتاز انت، يعني تحس انه ممتاز. ها جميل جدا. عندك هني اللي هو mitigation as one is not عذرا is not اللي هو recording the impact to of information assets. زين هني انا حطيت not. رايك؟ ايوه صح. راح نقول اول ما يقرا الجمله الاولى is not على طول. ايوه is not على طول بالضبط. عندك هني expert answers questionnaires then into or more rounding. طيب هني طبعا الخبراء، زين عشان بس نوضح القصة، يقول لك هني يجيب الخبراء على الاستبيانات في جولتين او اكثر. زين انا بالطبع اللي هو اشرت على الخبراء the experts. زين عندنا هني two or more rounds، طبعا تكررت حتى في المودل اللي قبل اخلاقيات. فبناء على ذلك راح نقول له شنو حبيب ابن العزيز؟ راح نقول له ترو. ما اسمع صوت حبيب من أيوة. ولا طلع حبيب؟ زين والله ما اعرف. اها شكله يقطع عنده او شيء. ERM is not enabling enabling زين the overall ايوه enterprise then risk management process. زين هنا عندنا نوت ايضا. ايوه هي اساسا اول بعد ما يشوف الاي ار ام يعرفها انها فولس. ايوه بالضبط. لا تمكن اداره المخاطر المؤسسيه من العمليه الشامله لاداره المخاطر في المؤسسه. فعندنا هنا نوت راح نقول له مباشره فولس. هني ISO 227001 is designed to assess then the strategy. شنو هذه العبارة عبد العزيز؟ satisfactory. دقيقة. أيوة satisfactory implementation of information security based on risk management approach. زين approach. زين هني يقول لك اللي هو الايزو هذه تم تصميم الايزو للمساعدة في التنفيذ المرضي لأمن المعلومات على أساس نهج إدارة المخاطر. هذه مباشرة راح تكون شنو؟ ترو. ترو بالضبط. زين الحين خلنا نروح حق الباب الثالث. أنا ما أدري كم أخذنا الحين من بدين البث، أخذنا ساعة ودقيقتين كويس. زين خلنا الحين نروح حق الباب الثالث يا عبد العزيز. ما راح حبيبي يانا يسمعنا ممتاز. يقول لك الجاهزية تشير إلى العلاقة بين الناس والعمليات والأنظمة وقياس الأداء. Readiness identifies then the rational relations relationships أو between people process. طبعا مساحة بعدين عندنا system and performance measurement. زين هني في عندنا النقص ويش يا عبد العزيز؟ اللي هي organizational. organizational الوسطية هذه صح؟ ايوه. اها انا ربطت organizational بال شو اسمه relationships. ايش رايك؟ ممتاز كذا. ممتاز. ها شوف ان الربط هذه قد يعني يفيدنا بكره صح؟ ايوه صح. تمام تمام. عندك هني يقول لك readiness process drive and implement بعدين change procedures to او لا عذرا شنو هذه؟ اتوقع هذه معناته practices change practices to improve. بعدين عندنا مسافة effectiveness. زين هذه الفعالية effectiveness. زين اللي هو هذه شنو الإجابة راح تكون حقة البزنس؟ البزنس ايوه
هل كويس الرابط ولا نقيره؟ أكون معك صريح، أنا عارف هذا الجواب والجواب الثاني، هم جوابين سؤالين فيهم بزنس، هو البزنس الجواب. أها يعني إذا جات البزنس خلاص الإجابة البزنس خلاص. أيوة، حتى في سؤالي بيصادفنا تحت الحين جوابه بزنس برضو. أها مثل ما قال يلعب العزيز، في حالة إن جات الإجابات بزنس فيه موجود معناته إن الإجابة راح تكون بزنس مباشرة. زين، في عملية الجاهزية تقود ولتنفذ الممارسات المتغيرة لتحسين البزنس زين الفاعلية. طيب ما علينا. The key implements of a اللي هو contingency plan are اللي هو protection detection وهني عندنا and بعدين عندنا مسافة. ايش رايك؟ هذه حقت اول واحدة حقت الريكوفر. ايوه الريكوفرابيلتي زين اللي هو الاسترداد. ريكوفرابيلتي نعم الاسترداد. انا اشوف ان الكلمة المفتاحية اللي هني ممكن تكون هذه افضل، صح؟ اللي هو الطوارئ. كونتينجنسي اي كونتينجنسي كونتينجنسي اشوفها افضل من ناحية اللي هو الرابط زين، من ناحية الرابط مع اللي هو الريكوفرابيلتي، صح عبد العزيز؟ زين عدل ولا ايش رايك؟ اي كذا يقدر هو اساسا اول اذا جات الخيارات بعد يعرف ان ما في الا خيار واحد اللي هو في حق الريكوفري يعني. اي ما جات واحد ثاني صح؟ ايوه ما في الا هو. فهمتك، جميل جدا. طيب خلنا الحين نمضي الى الاسفل يا شباب. هني عندنا يقول اللي هو سياسة تعزز حماية البيانات وأصول المنظمة في حالة حدوث كارثة أو خرق لأمن المعلومات، اللي هو عند المسافة policy enhances the protection of data and organization assets بعدين in case a distant or a data security breach أكورس. زين شو رايك يا عبد العزيز، شو رايك اسم الإجابة الصحيحة؟ هذه information security. أحسن، أنا ربطت information security بالdata security. أيوة أفضل. أيوة تحس إن هي متقاربة لحد كبير من ناحية الdata. أيوة صح صح، لأن التكنولوجي ما لها دخل. أيوة information security اللي هي المعلومات حق الداتا. data security. أحسن أحسن. فهني عندنا اللي هو national instance of standards and technology designed the progressive steps of creating the contingency plan. هذه اللي تكلمت عنها قبل شوي إن هو فيها رقم. أيوة زين، أو شوف الفرق بينهم، هناك مكتوب 5 6 4، هنا مكتوب 6 7 4. أيوة 6 7 4. أحسنت. أيوة هناك مكتوب 5 6 4. صح، هو يعني بيعرف إذا شاف في رقم 5 هذا الجواب صح، إذا شاف الثانية فيها 7 ومش موجود الفايف يعرف إن 7 هو الصح. أها فهمتك، جميل جدا، هذا أيضا توضيح على هذه النقطة. زين الحين عندنا السؤال اللي بعده. هني طبعا مثل ما قال عبد العزيز البزنس اذا وجدت البزنس نلقي جميع الخيارات الاخرى. زين، فمتى ما وجدت البزنس نلقي جميع الخيارات الاخرى، راح تكون الاجابه بزنس، صح؟ اللي هو بزنس امباكت اناليسيس بريدكت تقريبا هذه. ايوه صح، بريدكت. ايوه بريدكت ذا كونسبكت. هذه طبعا العباره شوي فيها تحديات من ناحيه كونسيكوينسز. كان كونسيكوينسز تقريبا اللي هي عواقب اوف ديستريبيوشن اوف اللي هو عندنا اتوقع مسافه وبعدين فانكشن. زين عموما اللي هو خل بس نوضح معناته. يقول لك يتنبأ لتحليل وتأثير الأعمال بعواقب تعطيل وظيفة اللي هو البزنس، واضح بهالشكل. فمثل ما وجدنا البزنس راح نقول له بزنس، واضح.
عندنا هني A بعدين عند المسافة sit may just be office space with a potential for computers and data. ايش رايك يا عبد العزيز؟ قد يكون هذا ربطت نفسك على الكمبيوترز اند داتا خليتها كولد وموجوده برضه هي بعد في التشابترات لو يرجع في سلايد من سلايدات مشروحه فيه ما ها جميل جدا جميل. اذا بما ان هي فيها كمبيوتر هني طبعا عبد العزيز كذا بالضبط كمبيوترز اند داتا راح نربطها بالكولد زين فبهالشكل زين. عندنا هني and collector archi هذه الكلمه criteria تقريبا criteria criteria and key performance indicators زين independence زين شنو هذه والثقافه هي المعايير الاساسيه في مبادرات مؤشرات الاداء الرئيسي رايك في شيء حق الاوريجينال اول واحده هذه اللي فيها ريدنس اللي فيها ريدنس ها اللي هو organizational readiness زين الorganizational اللي هو readiness معناته خلنا نشوف معناته عشان انه قد توضح ياكم اللي هو الاستعداد التنظيمي وعندنا هني اللي هو الكريديرال اللي هو هذا اللي ربطنا اياه كريتيريا ايوه كريتيريا عندنا هني اللي هو means preparing and arm organization to be ready ready to respond effectively in the event of اللي هو emergency ايوه emergency اللي هو طارئ اتوقع هني في طارئ صح نفس الشيء ولا ايوه شفته لا كونتينجنسي ايوه بالضبط كونتينجنسي بلاننج بالضبط احسنت يا حبيبي احسنتم تفضل حبيبي اقرا هذه بروفايد كلير نو كونكت ستيب تو بي فولود از بارت اوف ذا بروتكتيف ميجر ميتيجيت كونتينجنسي جميل جدا هني انا حطيت هذه العباره ميتيجيت تخفيف الكونتينجنسي تقليل شنو الشغلات اللي تخليك تقلل من الاثار او الكوارث والامور دي ايوه صحيح اللي تخفف فشنو هذه الشغلات تتوقعان انا اتوقع البوليسي صح لا انفورميشن سيكيورتي بوليسي هي عادي زين هذه اللي تخفف وتخليك تخفف من الاشياء بالضبط المعنى هني يقدم خطوات واضحة وموجزة يجب اتباعها كجزء من تدابير الحماية للتخفيف من حالات الطوارئ احنا ربطنا هذه المنجت اتوقع انها هي عدلة صح يا شباب عدلة صح جميل عندنا هني اللي بعدها تفضل حبيب facilitate the implementation of the contingency planning policy and associated contingency planning control احسن هني عبد العزيز انا سويت هذه العباره نفسها هي الاجابه ولا ايش رايك ايوه صح حتى انا اشوف الربط هذا ممتاز اذا شاف الجواب كامل يعرف انه على طول contingency planning policies بوليسي بالضبط ايوه هذا اللي احنا سويناه فبهذا النحو احنا ربطنا هذه زين تفضل حبيب The process and gather information need to develop recover strategy. طيب شنو الإجابة على هذه؟ عملية الحصول. زين لهني الإجابة أتوقع أن هي business impact analysis. صح؟ فربطنا هذه باللي هو recovery. استراتيجيز اوه خلص وقت الجلسة لحظات يا شباب قلنا نفصل طيب هني ربطنا يا شباب الريكفري استراتيجيز بالبزنس امباكت اناليسيس ايش رايكم ربطك مضبوط عبد الله مضبوط ها
جميل جدا. هني عندنا اللي هو is a reserve اللي هو of money. شو رأيكم؟ خيارات هذا هي. حدث الكوست. ها؟ الكوست كونتنجنسي. أحسن. الكوست كونتنجنسي أنا قلت هني بما أن فيه money معناته كوست. رايك؟ تقريبا حلوة. ايه فمقاربين حق بعضهم البعض. زين هني عندنا اللي هو اللي بعدها تفضل حبيب راها. simply storing data on someone else computer. ايوه احسنت. هني تحفظ البيانات في كمبيوتر غيرك. ايوه احفظ في كمبيوتر غيرك احسنت. هني عندنا اللي هو storing data وعندنا else computers. زين كمبيوتر غير كمبيوتر. زين فهنا عندنا cloud صح؟ لك هي الرابطة أساسا من storing data على طول cloud storage. ايوه بالضبط احسن. storage احسن. storage ايضا تقدر تقول storing storage. صحيح صحيح. زين يقول لك هني is offside. زين storage of large volumes of your data. تفضل. هذا الالكترونيك فون. ايوه بالضبط احسنت. المشكله ان الكلمه جديده علينا. ايوه هذه القابو شو راح يكون. اي قابو الكتروني تقريبا. زين فهل هي كلمة جديدة علينا؟ فأتوقع أن هي بما أنها جديدة فهي مميزة. فأنا ربطت التمام والكمال بها. شغلت الباك أب تقريباً ولا علاقة بالأمور دي؟ أيوة بالضبط. أنا ربطت بالضبط مع لارج فوليومز. زين بالضبط يعني. أوفسايد ستوريج ربما تساعدنا ولكن هذه الأصلية يعني لارج فوليومز. زين لما تكررت هذه. هني هذا أتوقع أنهم فيهم بساطة ولا إيش رأيكم؟ اللي هو الكي بي اي. الكي بي اي واضح انه اختصار لحقه الكي بريفورمانس اندكتورز. صحيح احسان. فاختصار لها بشكل مباشر. عندنا هني الكونتنجنسي بلان. ايش رايكم يا شباب؟ طيب الكونتنجنسي بلان اتوقع هذه صحيح. المشكلة جات ثنتين كونتنجنسي بلان وكونتنجنسي بلان الثانية بوليسي. لا بوليسي هذه. هذه المشكلة. الثنتين قراب من بعض. مشكلتنا في الإنجليزي. فكون الثنتين ولا فاهمين البوليسي شنو هي والكونتنجنسي بلان شنو هي. يعني. الرابط. صحيح شوي حتى الإجابات متشابهة تقريبا. فأنا خذ يعني ما يعني كرابط شوي. صعبة ها؟ وثنتين contingency plan organization operation. اها ايه صحيح. contingency plan organization operation. هذا بالضبط organization. وهني عندنا recovery plan. طيب. recovery planning. حقت اول واحدة هذه اللي فيها الريسك. ايوه بالضبط اللي فيها الفاينانشال ريسك اللي هو تخطيط الاسترداد. خطر المال. عندنا الفلوس ممكن اربطها بالفلوس اللي هو المخاطر المالية. فاينانشال ريسكس. فاينانشال ريسك فممكن انكم تربطون اللي هو الريكفري بلاننج مع الفاينانشال ريسكس. زين عندنا ايضا هني الشيء هذا اللي هو contingency planning policy اللي تكلمها عنها حبيب قبل شوي ان الاجابات متشابهة بين organizations operations واللي هو هذه صح organizations. زين فبالضبط organizations. فاذا كان فيها حاجي واجد القليل واذا كان فيها حاجي قليل فهي الواجد. ممكن هذا طريقة الربط الوحيدة. الفرق بينهم اللي فيها organizations فيها بلانينج اللي فيها organization operations بس. أيوة. بلان contingency بلان. أحسنت بالضبط. بالضبط صحيح تعليق عبد العزيز محله.
عندنا اللي هو التقديرات، تقديرات التكلفة اللي هو الكوست استيميتس. شو رأيكم؟ هذه حقت البروجكت، حق البروجكت، حقت البروجكت. البزنس، البزنس واضح عبد الله، حقت البي سي، بي سي بزنس كونتينيوتي. احسنت، هي اختصار. صحيح صحيح، ايوه نفس الكي بي اي الاولى، ايوه هذا اختصار، فبنحط له البي سي. عندنا الكوميونتي كلاود، المجتمعات، مجتمعات السحابية نقدر نقول عنها، مجتمعات السحابية. ما بهني اتوقع لازم، ايوه لازم نلف شوي، اللي هو ايوه شيرد سولوشن، صح، شيرد سولوشن، زين. عندنا اللي هو تارجت، تارجت، تارجت حقه الديفايس، الديفايس احسن، تارجت هي الديفايس. والفول، الفول حقه الكوبيز everything، يعني نسخ، ينسخ كل شيء everything، بس ما بشايف انا هنا يمكن نقدم لها اللي هي ام الشير سولوشن. عبد الله وين مني ولا بقى؟ لا على اليساري، على اليسار شوي، ها، ايوه هذا هي، هذا هي بالضبط. سنتي عبد العزيز، هنا عندنا فور جريتر، جريتر كم كومبينيت تقريبا، زي ولا شنو هذه بالضبط يا شباب؟ كوميتمنت، ايوه كوميتمنت اند سكسس، مور بيبل شود بي انفولفد ان ذا شينج. هنا انا تحدثت المور بيبل، ما ان فيه مور بيبل راح نقول له شنو يا عبد العزيز؟ تروح احسنت. وهني فيه نوت، ايوه كوندكت بعد واضحه عبد الله، اذا قرا كوندكت، كوندكت على طول بعد، لان لو تركز ترى هذا ثالث سؤال في از نوت، وكلهم الاز نوت فولس، اي صحيح صحيح، دائما الاز نوت عاده يكون فولس. تفضل اقرا حتى عبدالله. البزنس عبد الله اللي بعدها برضو فيها از نوت، شوف شوت نوت، اي نوت صحيح صحيح، ايضا هذه فولس، هذه فولس، زين. ما راني نقراهم ولا ما يحتاج يا شباب؟ ممكن انه ما يحتاج، زين. هني تفضل اقراها يا حبيب. The process and policy are area refer to any change that have to be made the standard for firm policies. ايوه احسنت، تتوقع شنو الاجابة؟ هذه ترو، سانتي. سياسة ثابتة، أنا حطيت ممكن نعرف عن طريق هذا الشيء إن هي ترو. أيضا معناته يشير مجال العملية والسياسة إلى أي تغييرات يجب إجراؤها على سياسات الشركة القياسية. زين، هني عندنا اللي بعدها، هل يقرأها يا شباب؟ ريزيرف از بروفيجن ان ذا بروجكت بلان تو ميتيجيت كوست ريسك. جميل جدا، ايش رايك عبد العزيز؟ هذه ترو بعد، سنت، ايوه ترو. زين، هني عندنا 3 ليفلز، ايش رايكم 3 ليفلز؟ هي ترو، اظنها ترو، ايوه ترو. كل قصد منها هناك ثلاث مستويات من الاولويه للبيانات، منخفضه متوسطه وعاليه، هذه سهله توقع، هذه واضحه بعد، اي واضحه يعني، لانه هو شوف حاط لك ثلاث مستويات، كتب لك لو مودريت اند هاي، انه محددهم لك صحيح. قليل وسط وعالي، اي صحيح، قايلهم بالضبط. هنا عندنا اللي هو في نوت از نوت، ايوه ارشيف بت از نوت، احسن باينري ديجيت ان أفاير. ايوه احسنت، ففي ما انه فيه نوت على الاغلب انه هي فولس. زين، راح نروح حق الباب الاخير. زين، الباب الاخير لازم اركز فيه معكم، لان ما قريتها، بس انا ما بس قراءة، لان الوحيد اللي ما ذكرناه ذلك اختبرنا فيهم كلهم ثلاثتهم، اي اي صحيح، اي الاخير انا بس قريتها. جيت الاختبار الاخير انت عبد العزيز التعويضي ولا ما جيت؟
اي جيت بس ان كان مش موجود، اذكر اني قريته يعني وجيت على القرايه يعني بس ما ادري. فهمتك، جميل جدا. هني عندنا ويش يقول لك؟ تفضل عبد الله عبد يا حبيب. Structure process organization used to identify and deal with cyber security incident. جميل جدا. هني اللي هو انا ربطت الاجابه بذي، ممكن تكون رابطه incident incident response، الاستجابه للحوادث. اي سايبر حوادث. ايوه بالضبط، اللي هو سايبر سيكيورتي انسيدنت. الاجابه ويش قلت يا؟ انسيدنت ريسبونس، الاستجابه للحوادث. اللي هذا انا ربطت بهذه، شوفها لو تلاحظ نفس الكلمه. ايش رايك انت يا عبد العزيز؟ احس انها واضحه؟ والله انها افضل افضل افضل. اي لان الكلمه خلاص اللي متشابهه موجوده، الكلمه اللي في السؤال جوابها موجود برضه من ضمن الخيارات. ايوه بالضبط، ايه بالضبط، هذا اللي قصد كان. عندنا هني اللي هو A بعدين مسافة. تفضل حبيب. Incident response process and dramatically reduce the damage caused to organization when disaster strike. جميل. هني الإجابة ويش؟ هذه السؤال. هل الاستجابات الضعيفة ولا المتوسطة هي اللي تنفع حق وأثناء الكوارث؟ فأكيد القوية بتكون أفضل شيء. القوية هي أفضل شيء. سترونج أصلاً ما جت لنا في ذي السؤال، صحيح شباب؟ هي ما تكررت فعلاً، ما تكررت. فممكن إنها حتى الويك والميديوم ترى عبد الله أول مرة يجون. حتى ذي الويك والميديوم أول مرة يجون. طبعاً ذي ويك أتوقع أن هي كلمة خاطئة، طبعاً ذي أسبوع زين، لأن ويك اللي هو EA فممكن هذا زين. عموماً تفضل حبيب. Can be hard to keep everyone in the loop during crisis. طيب طبعا هني حطيت اللي هو during هي الكلمة البارزة اللي هو خلال الأزمة. خلال الأزمة. أيوة. هني الإجابة وإيش؟ الأخيرة الكورديشن. الأخيرة كورديشن بس معناتها تنسيق أو معناتها. بس ما ادري ايش علاقتها طبعا انا ليش ربطت بهالشكل؟ لان هذه بي سي ما لقيت ربط عدل، فقلت بما ان هذه الوحيده اللي ما تكررت وفيها سي فالاجابه سي. وبرضو حبيب ترى الترجمه اوقات ما تطلع لك المعنى الصحيح حق الجمله. ممكن كرر شيء، لان هنا يقول التنسيق يجعل من كل شخص في دوامه اثناء الازمه. كحرفيا ما لها معنى. حرفيا هو ترى الوصف يختلف لان المترجم ما يطلع لك وصف دقيق. اي صحيح صدقت صحيح. هو لوب اكيد لوب وديورنج كير كرايسيس هذا معناه، بس كوردينيشن ممكن يكون معناها يختلف هنا. صدقت فعلا ما اعرف لها. طيب هني خلنا نقرا حبيب. كريتيكال نولج ensure critical knowledge and best practice for deal with crises. طيب هني الإجابة وإيش؟ بريزيرف أظن. أيوة بريزيرف. طبعاً ربطت هني أيضاً نفس الشيء بالحروف اللي هو practice بالبي زين، فالإجابة بي. فعلا صح، لان هي الجواب الوحيد اللي فيه بي، الباقي اكسبوز والثاني امبلمنت. صحيح، فقلت بهالشكل يعني ما نربطها بهذا. ايوه هي تحس انه سبيشل، الجواب صاير سبيشل يعني مميز. ايوه بالضبط، هذا المقصد. فبهذا النحو انا ربطها هني ايضا نفس المعنى ربما. بس تفضل حبيب. Incident response have at least two member of staff responsible for proofing the incident response plan. أحسنت. الإجابة ويش هني؟ بناء على اللي قبل يا عبد العزيز أيضا المفروض تعرف الإجابة هني. شو رأيك؟ وما في إلا المانجرز قصدك صح؟ أيوة بالضبط المانجرز.
ايضا هني ربطته بال نفس الشيء ميمبرز زين هني مانجرز. حلو حلو لان امبلويز وامبلوير اثنينهم خطا. ايوه صح. بالضبط احسنت زين فربطته من خلال المانجرز زين وهني امبلويز اصلا ما تكررت فبهالشكل. طيب الان هذه حبيب اللي هو الان التعريفات. Portion of this phase will often be the result of monitoring of or altering based on the output of security tool or service. سنت سنت هني ال 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 ويش الإجابة تتوقعون؟ Detection صح؟ Detection. أول واحدة؟ أول واحدة أي. إيش رأيك حبيب؟ هذه detection portion بس. detection صح؟ يعني حسب برأيكم إن هي detection. هي صحيح هي detection بس ما أدري هل من الإنصاف إن إحنا نربطها بالmonitoring الكشف والمراقبة. إيش رأيكم أنت؟ ولا تحسون في صعوبة في الرابط هذي؟ ما شو رأيك يا عبد العزيز؟ إنك خبير في هذه الأمور. والله أحاول جالس أطلع. أها. ربما رابط جيد. أسمع إذا عندكم جيد أرسلوا في التعليقات. زين. هني خلنا نروح حق هذه سابعة حبيب تفضل. The response plan should include a good line for rules and responsibility communication plan and standardized response protocol. Mhm. ني الإجابة؟ Threat. صح. Threat. Threat حبيب توقع؟ أنا ما أتوقع أن هي threat. أنا أتوقع. هذا من. هذه. المشكلة هنا مو محدد مكان الكلمة. اي صحيح. هي على طول المفروض اول واحدة؟ المفروض اول واحدة هي التعريف. فانسيدنت اغرب شيء انسيدنت ريسبونس لان عادة مع ريسبونس انسيدنت. ايوه انسيدنت. ايوه انا حددت اللي هو ريسبونس بروتوكولز عبد العزيز. انها هي مع انسيدنت. رايك؟ حلو حلو. جميل ولا نحط له ريسبونس بلان حتى لو خليناها لين انكلود ترى عبد الله لان انكلود بتوضح لنا الجواب انسيدنت برضو أيوة لو تركت اي ان سي كذا لو يقراها هو في البدايه اول اربع اي صحيح كلمات بيركز ان انسيدنت على طول اها فممكن اللي هو الانكلود بس ما الانكلود تكررت كثيرا اي ولا لا ما اعرف حقيقه ولازم يعرف اول اربع كلمات ريسبونس بلان شود انكلود اي صحيح صحيح صدقت ممكن هذه بعد اللي هو رابط جيد قال عبد العزيز وبرضو عبد الله اذا عنده هو رابط نفس الشخص يمشي على ربطه عشان ما نضيع اي اي صحيح صحيح صدقت هني عندنا اللي هو العباره الثامنه تفضل حبيب انا نسيت ريسبونس بلان هيلب codify and distribute the incident response plan across the organization. Across. شنو الإجابة هني؟ الإجابة موجودة across the organization. organization احسنت صحيح الاجابه موجوده في السؤال يا عبد العزيز لاحظها اي حلو حلو organization لا المفروض ما تكون موجوده المفروض organization محذوفه هي اخر كلمه ترى اها فممكن انها يكون محذوفه ذي بكره ايه هي محذوفه هي اللي يعني عندنا غلط في الرابط هني بما انه محذوفه اي خلاص احنا عرفنا عبد الله اللي ريسبونس بلان اكروس اول ما نقرا اكروس على طول نعرف انه اورجانيزيشن اكروس اي لان هنا واضح عندنا ان انت كملتها ذا اورجانيزيشن خلاص الحين
اللي يقدر يختبر بيعرف هو بيقراها أكروس. كل مرة يحاول يطالع في كلمة أكروس لا يطالع في أورجانيزيشن، إذا طالع أكروس على طول يحطها أورجانيزيشن. أحسنت، فممكن نحن نربطها بأكروس يا شباب. زين، هني عندنا اللي هو العبارة التاسعة، تفضل حبيب. Process cannot respond in a repeatable manner or priorize their time. زين جميل، شنو هذه؟ هي سهلة عبد العزيز. هذه بتصير repeatable. ايوه احسن repeatable. موجودة نفس العبارة موجودة داخل ريبيتابل مانور ريبيتابل مي قابل للتكرار. زين، هني العاشرة، هنا الثريتس هذه صح، لأن موجودة شوف الثريت انتليجنس فيدز صحيح داتا فروم سيكوريتي تولز. أحسنت، يقضي استخبارات التهديد صحيح، فهذا ثريتس. أول ما يقرأ ثريتس على طول الجواب ثريتس. أيوة جميل، ممكن تقرأها حبيب بس عشان تلسل. Receive sharp profile contextual information around treat using information from the web treat intelligence feed data from security tool etc. ما بالضبط، فهني threat مثل ما قال عبد العزيز نحن في كلمة threat فبناء عليها راح نحط threat. واضح الآن الوصل. ايوه هذا عبد الله، انا بعتمد عليكم في الصراحه، لان اقول لك انا قريت بس ما دخلت في واجد. ها بحاول، ايوه ما ركزت في واجد. فهمتك، خلينا نشوف الان عندنا هذه خطه الاستجابه للحوادث incident response plan. incident response plan حبيب ايش رايك؟ incident response plan A set of document. طيب جميل، اللي هو هني اللي خلنا نحاول نقربها، يقول لك خطة الاستجابة للحوادث انك انت شو تسوي، تحط مجموعة من الوثائق. ايوة تحط مجموعة من الوثائق اللي set of documents. زين، فبهالشكل راح نربطها. عندنا اللي هو الثانية energy اللي هو preparation. ايش رايك حبيبي؟ امرجنسي بريبير تحضير حق الطوارئ. سكيورتي انسيدنت. سكيورتي انسيدنت اقدر هني. زين، سكيورتي انسيدنت اللي هو حوادث امنيه. زين، عموما ما ادري هني شلون نربطها بس ممكن ما ادري اذا يحتاج لها حفظ صح؟ ولا ايش رايك حبيبي؟ لا والله عبد الله، شوف الاولى incident response plan يقدر يحفظها ان set of documents. أيه. لان لو تركز الجمله نفس السؤال والجمله حق نوصل كلهم ثلاث كلمات. أيوة. incident response plan على طول جوابها set of documents. صحيح. الباقي لو تركز عبد الله ترى كلهم ذيك number of incidents reported، شوف اربع كلمات، وذيك سيستم ما لها دخل، ولارج اورجانيزيشن برضو كلمتين، وسكيورتي انسيدنت كلمتين، ما في الله ثلاثة وثلاثة مع بعض. اها انا كذا ربطت حاليا في راسي، ربطتها كذا احس انها اسهل لي دي. اي فهمتك، عدد الكلمات ممكن ايضا هذا رابط. جميل، فبهالشكل عندنا الان اللي هو الكورليشن التنسيق. شنو الإجابة ذي؟ coordination. coordination يا شباب. باقي ثلاث خيارات. سيسو. large organization. coordination ما أدري وش معناها بالضبط بس. منظمات كبيرة. تنسيق يحتاج إلى منظمات كبيرة. coordination اللي هو large organizations. زين. هني عندنا organization. طيب. منظمة. هاي. ما عندنا لسيسو هذه الكبيرة number of incidents report. organization CISO. CISO هذه CISO شنو معناته أصلاً؟ معنى معين.
شيف اوفيسر ايوه شيف انفورميشن سكيورتي اوفيسر صحيح ايوه شيف انفورميشن سكيورتي اللي اخذناها في اداره كبير موظفي امن المعلومات شيف انفورميشن سكيورتي اوفيسر زين ذكرته سيسو زين عندنا الاي ار مانجمنت بلان هذا اخذناها في تخصص اللي هو امن المعلومات او مقرر امن المعلومات زين هني عندنا اي ار اللي هو مانجمنت بلان رايك يا حبيبي ما عندنا اجابه واحده حاليا نمبر اوف انسيدنت ريسبونس زين اللي هو عدد الحوادث المبلغ عنه جميل جميل عندنا هني اللي هو write true or false for the following statements زين تفضل حبيب response include single stage اتوقع false دي false ها ايه لان single شغلة فريدة بس تحس انها على طول false ايوه single stage اذا نربطها ويا false يا شباب واضح عبد العزيز زيان ولا طلع عبد العزيز لا موجود بس جالس اركز معكم عشان احاول اسهل علي المذاكره حقت التشابتر ايوه جميل تفضل يا عبد حبيب انا سيدي انت ريسبونس بلان شولد بي سيت اب تو ادرس سسبكتد داتا بريتش ان سيريس اوف فيز جميل رايك اللي جابوا ايش ترو ولا فوز توقعها incident response plan should be set اتوقع ترو ذي توقعها ترو زين طبعا هي يعنى بها يجب وضع خطه للاستجابه للحوادث للتصدي لخرق البيانات المشتبه بها في سلسله المراحل فهذا يجب ان احنا نجد خطه طبعا اكيد لازم تحط خطه للتصدي لخرق البيانات هنا انا حطيت ادرس سبيسكد اللي هو ديتا زين هذه اللي سسبكتد انه مشتبه يعني صح حلوه دي زين حلوه ها عبد العزيز ايوه هو الجواب ترو حطيته فولس اي لا انا حطيته فولس لان مقلوبه هنا صحيح ترو حسان زين شكرا لك انك نبهتني عبد العزيز هنا عندنا هذه تفضل حبيب كونتينمنت هاف ريدندنت سيستم باك اب تو هيلب ريستور بزنس اوبريشن زين جميل هنا اتوقع الاجابه اي هذا الذي نبي نركز عليها ذي والاولى ذي اللي ما في نات وفولز احسنت ما فيهم نات وفولز احسنت زين هذه الاولى تقريبا واضحه قصيره ومفهومه الاولى اي بس الثانيه طويله وشوي ممكن تضيع يعني صحيح انا اشرت على عباره الحين خلينا نشوف الاحتواء للحصول على نظام احتياطي فائض للمساعده في استعاده العمليات التجاريه انا حطيت الابعين اللي هو ما تكررت ايانا ابدا اللي هو ريستور بزنس اوبريشنز زين ريس حفظوها يا شباب ريستور بزنس اوبريشنز زين هذا راح تكون ايانا فولس زين هني منطقيا ايضا عندنا يقول لك الاحتواء للحصول على نظام احتياطي انك تحتوي عشان تحصل على نظام احتياطي ما يجي فائض للمساعدة في استعادة العمليات التجارية فبهالشكل احنا حفظناها اوكي هني عندنا ايضا فيها نوت تفضل حبيب eradication will not attempt to remove the effect of the issue from our environment جميل جدا هني بما ان فيها نوت راح نحطها مباشرة شنو false واضح يا شباب اي بينما بالنسبه حق اللي يبغى يفهمها لن يحاول القضاء ازاله اثار المشكله من بيئتنا انا ما ادري والله ايش القضاء وايش القصد بالضبط من هذه بس شوي فيه صعب عموما هنا عندنا النوت فبنحطها فوز واضح تفضل حبيب اخر عباره information security is collective responsibility of every individual جميل الاجابه
توقعت ترو. ترو أحسن. زين هني every individual راح تبين ياخذ من ناحية ترو بشكل مباشر اللي هو أمن المعلومات مسؤولية جماعية لكل فرد. أمن المعلومات مسؤولية جماعية لكل فرد. فأنا حطيت هني every individual. زين هذه راح توضح لنا إن الإجابة ترو. زين هني في الأخير عندنا هذه راح نتكلم عنها. حلو. اللي هو how to set risk management model. زين هذا راح نتكلم عنها في lecture 2. زين هذه طبعا عبد العزيز ابراهيم الله يعطيه العافيه اتكلم عنها انها هي مهمه جدا على حسب كلام الاستاذ. ايش رايكم انتوا يا شباب؟ مهمه اكيد. هو يتواصل معنا هو قال ان في شغله بتجي. كيف طريقه السؤال؟ هل نكتب الكلمات الموجوده؟ انا اللي فهمت سيستم اسيت كنترولز كذا امبلمنت كنترولز مونيتور كنترولز نكتبهم كذا. انا اللي فهمت يا عبد العزيز ان رتبهم. زين واضح ان فيها ستارتنج بوينت فكان المساله ممكن يكون اغرب شيء ترتيب. ايوه على الاغلب ان هي ترتيب على حسب كلام عبد العزيز. عبد هل تتوقعون يكون كتابه رحي. ترتيب نكتب؟ لا اتوقع بيعطيك اياهم وتعيد كتابتهم. اتوقع نفس السؤال الاخير اللي جلنا في الاخلاقيات انه حطك العبارات فوق وانت تحطها بالترتيب وانت تعيد ترتيبهم بس. أيوة. هم بيحطهم لك بشكل عشوائي يتوقع هذا اقرب شيء يمكن. أيوة. جميل كذا الصفحتين اللي بعدها ويانا يعني حتى تعريفهم ويانا. والله ما ادري. لا ما اتوقع التعريف. لو بيكون التعريف يمكن يكون اطول ترى. يمكن يجيب لك على انه سؤال اختياري خيارات يعني. ممكن يجيب خيارات. التعريف يجيبها خيارات ممكن يجيب تعريف يجيب لك ثلاث من ذيلي واختار واحدة. ممكن ايضا نسأل ابراهيم. وهذه احس انه مستبعد هذا الشيء ما اعرف ليش. هو عادي يعني للحيطة والحذر اقرأ التعريف. حاول انك تعرف كل تعريف كيف بدايته تكون عشان تميز. هذا الخوف. ان شاء الله يا رب انه يعني خلي لنا ترتيب على الاقل والله اضبط يعني. هنا عندنا اللي هو الكاتيجوريز اللي هو السيستم راح يبدا بالستارتنج بوينت بعدين راح يكون عندنا سيلكت كنترولز بعدين الامبلمنت كنترولز بعدين عندنا الاكسس ايش اسمها هذه كنترولز بعد كنترولز ايوه نفسها كنترولز شوي الموضوع واضح اللي هو الخط. عندنا الاوثورايز سيستم وعندنا المونيتور كنترولينج كنترولز هذا اخر شيء شباب. زين فهذه ربما تجي ترتب اذا جات ترتب بهالشكل كاتوريز سيستم اول شيء بعدين طبعا انا طريقه حفظي لها CSI AAM. جميل. ايضا طريقة حفظ حبيب ممتازة اللي هو CSI AAM. واضح. بس اهم شيء تفرق بين A والA دي التنتين. ايوه بالضبط Access وAuthorize. زين اول شيء Access بعدين Authorize. واضح يا شباب. هذه ايضا طريقة حفظ. ايش رايك فيها يا عبد العزيز؟ كويسة عبد العزيز؟ اول ما يشوف اذا حط السلكت بعد حط الابلمنت يقدر يميز اسس كنترولز اللي بتكون فيها سيستم اللي قبل الاخيرة على طول اللي قبل المونيتور كذا يقدر يرتبها بعد صح. ايوه لو تركز عبد الله اوثورايز سيستم مونيتور كنترولز بعدين بيرجع الكاتيجوري سيستم. اها جميل صحيح احسنت. يعني اول ثلاثه فيهم كنترولز بعدين سيستم بعدين كنترولز. ايوه بالضبط احسنت بحيث ان احنا ما نضيع الكنترولز والسيستم يا شباب. ما دامهم فيهم كنترولز بس الاولى والقبل الاخيره فيهم سيستم. طيب خلنا نشوف الحين التعريفات. عندنا الكاتيجوريز زين اوف انفورميشن سيستم هذه هي المساعي الاولى
This step requires then an impact analysis categorizing of the system. Categorization of the system. أيوة بالضبط أحسن. زين هني العبارة إيش القصد منها؟ نشوف شو القصد منها. يقول لك تتطلب هذه الخطوة تصنيف تحليل التأثير من نظام. زين ما أدري والله شو نحفظ هذا يا عبد العزيز لو جات لنا نسوي. هو شوف عبد الله في شيء أسهل اللي هو شوف ذا ستيب ريكوير حقت كاتيجوريز وشوف سيلكشن اوف سيكيورتي كنترولز اللي سيلكشن كنترولز سيتنج على طول اذا فيها سيتنجز هذا تعرف اللي حق السيلكشن اها اللي هو هني سيتنج وبرضه شوف عبد الله ايوه اذا فيها هذه الثانيه فيها سيتنجز ايوه الاولى فيها ستيب ايوه ريكواير يعني مطلوبه ايوه كاتيجوري مطلوبه يعني بالضبط والثانيه سيتنج والامبلمنتيشن بيشوف وانس ايوه ذا بيس لاين كذا بيعرفه امبلمنتيشن وانس ذا بيس لاين يعني هذا اللي وصيكم عبد العزيز انه ايوه يحاول يحفظ اول كلام عشان يقدر يميز بالضبط ايوه احسنت زين هني عندنا اللي هو ال 17 زين عندنا الاسسمنت الاسسمنت بتكون واضحه اذا لقى فيها ار ام اف هذه حقت اسسمنت كنترولز هذا اوضح شيء بالضبط اي صحيح احسنت زين وايضا ممكن نحن نحطها بعد في النموذج عندنا الاوثرايزيشن اوف انفورميشن سيستم هذه شوف عبد الله يقرا اسيستمز اوبريشن كان only be authorized. إذا لقى كذا بيعرف إنه حقه ال authorization. أن authorization شوف كلهم مربوطين في نفس الجملة. فهمتك. فا authorized اللي هو ربما تكون الرابط الأقوى صح؟ بهالشكل. جميل عندك. وعندك المونيتورينج عبد الله شوف هنا هناك في أول واحدة حقه الكاتيجوريز كان كاتب this step require. المونيتورينج مكتوب this step focus ان هذه تركز اي صح وفي الاولى مطلوبه اي كذا هذا شوفه انا صح مضبوط الله يعطيك العافيه عبد العزيز الله يعافيك مساله جدا جميله يعطيكم العافيه خلينا نشوف الان نتيجاتنا في اللي هو النموذج نرسل الان قرينا حتى عن هذه فممكن نشوف النتيجه هل اخذنا الدرجه كامله ولا لا عندنا خطأين يا شباب أو ثلاث أخطاء بعد والله ممكن نراجع الأخطاء اللي احنا تعرضت جات لنا فممكن تستفيدون أيضا من هذه الأخطاء يا شباب زين خلنا نشوف لحد الحين ما طلع لنا الخطأ بالضبط هذا هو عندنا الخطأ الأولي هذه اي هذه ترو كانت هي ترى عبد الله الإجابة الصحيحة هي ترو اذا ايزو 27001 اي انا قلت لك عنها قلت لك ذي ترو بس شكلك انت وانت نازل يمكن تغير الجواب يمكن لان انت حطيتها ترو وبس تغير الجواب فعادي اعطينا يعني. ترو اتذكر ثاني صحيح ايضا عندنا اللي هو الاجابه الخاطئه الثانيه ثني عند احنا جاوبناها صح 100% بس شكله اي صح كتبنا سترونج و حتى ويك انا كنت معلق عليها انها هي اسبوع زين ايوه يمكن يوم حطيت عليها انت ترجمها شكلك اخذت الخيار حقها ايوه بالضبط لكن هنا الاجابه ستوري سترونج زين فحلو جميل ان احنا ما نضيع زين وعندنا هذه ايضا احنا جاوبناها فولس هذا ايضا ربما بسبب ان علقت عليها اللي هو ريستور بزنس اوبريشنز زين الاجابه هنا ترو حطيناها فولس واضح حبيبي يعني الحين السنجل ستيج هي الفولس واللي هي ويل نوت اتمبت فولس برضو اها لا هذه ترو هذه اللي هو هذه ريستور اي انا شوف انا طريقتي اللي حافظ فيها ترو سهله انا عارف
الأجوبة الخطأ. إذا عرفت إذا كنت بتحفظ الصح والخطأ بس حفظت فقرات الخطأ بيكون الصح واضح قدامك، لأن أنت خلاص بتكون مميز، أن أنت في مخك عارف الأخطاء بس، أحسن. والباقي بتحطهم صح أوتوماتيك يعني. صح مضبوط 100%. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لكم حبيبي عبد العزيز، شرفتونا اليوم، خاصة عبد العزيز الجديد يعني. حبيبي والله عبد العزيز بنشتاق لك، وعلى البركة التخرج يعني. الله يبارك فيك. بس حبيبي جهوة عند انتظرنا يا ولد نين. اي والله على البركة حتى انت. عجبالكم يا رب. حبيب الله التخرج. انت عبد الله تنتظر لسنة السمستر الجاي. ايه والله لا عقبال ما نفرح فيه ان شاء الله. الله لا الامور طيبة ان شاء الله خفيفة حيل، اقتصاد هندسي مشاريع هندسية ما راح يحس بها. ايه ان شاء الله. والله كانها رحلة. بإذن الله. أنا ختم مع الإنجليز بعد، وأعرف أنسى إني عندي كلية. ما شاء الله ما شاء الله. والله خفيف حيل ما تحس به. بإذن الله ويكون خفيف علينا إن شاء الله السمستر القادم. إن شاء الله الله يسهل. يا شباب لا تنسون الاشتراك في القناة والإعجاب بهذا الفيديو، أيضا تفعيل الجرس. يعطيكم العافية، مع السلامة.